الله سبحانه وتعالى أيان نما كنسيون وقم هذا علينا إن نسوق قرن بشبر كيسن رمضان أنا جو عاوة شعل إن هل كان عن مركل وقت عسية ديو صاحب كي عبد مريد الدارة أشكس أصحابتنا أي عاوة رنتي ويا سنة كان سنة كيسي ودوكتين إن عبد مريد الدارة أشكس لنا عنا أيو فدي وبرنامج أيان سلدة الدهنيني لكن إلهي مقدر تسعى وذو جدا باسكو فردي جري عاو كما غيهاي لكن أصحابك لا أيا تشوكتو شيغو شمس مديد يا عبد الله يري أيا عاو برنامج كإلدة الدهن دونا بإذن الله الكريم أن برنامج كنا وحنو قم هاد علنينا على سبحانه وتعالى كسكو شركة الصمتل وبرنامج كتاب قلليسو إسلامر كان بحينيسا أبال مرندا كلمها كوباد إيا كلمها اللبات أفر إيا اللباتن دقمو أيا برنامج كنا كترتمايو وكسو كلا جودة قبلة دل كينا الصوماليا تقميدي مركز نسيب كيدو إيه بكردقو أيانا مركز كو قوليسن دونتو برنامج كنا وحو كو بلامد دونا قاب نك آود آه عاو الدقمدي لقب حيو ترابون كأي كوري دونتا لقي استياش إيا داوضياش أي نكمد نغن دونتا وحان شعلا برنامج كنا فرفرستيسا أيان مركلا إيا مركلا أنسيقو دقل دونا لكن وحان شعلا أقاسمها تيفيقا إيا راديها إن أنكسو لويو إن مستر أبو كر محمود أبو كر بسم الله الرحمن الرحيم محمد إسلام كاميرو البقى بيكتو حان لهي رمضان كريم إلهي هنا قد يقول كل عبادة ذوي أجر كود الإلهي وكل أبار مريء الدين في آخرة محان ربا كنت ترتن كان تاريخ فعوين أيو لي هاي محانا هاي هدي هدي دي بلو راعو ترتن كان تاريخ ليسا إذا عد إسكره ترتن كان مقعيس إلا لها ترتن أخوانات كمشة بركة سنة رمضان كنت إلهي سبحانه وتعالى وقرام كسوك الشيغي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قف وحبرتي لمن أن وحبرا إن يسن لبس يسن سنان كريم سيدة ذرت يد وح لغو ترتم وح وفضل بدن وعلمك إنك استو أقونتو فتما إن قدون تأقون جود أقون أقون إن قدون تمد دينيا يمد ماديا أهل بدبا كنت حاربا نعم هذا الكي يكسو كوابو سدح كان فواد محاربة إن أمها دعريو شركة دا إزجارسين تصوم تيل وسنة اللبات وحرير أه تابقري نيسا ترتن كفشة بركيسن رمضان وإي شبه إلى التليسو سنة دول بق فشة بركيسن أي رمضان كنت أحان نيوكو هلا يمقع إيجا إيجا شبه إلا أحان لاي هاي آدت أمها سنتهين شركة دا إزجارسين تصوم تيل من كان لبعض وأنا ربي إن أنك هالله كنت إلهي سبحانه وتعالى عم بيدي أوصل دري أدون كان كون كان أوصل دري رسول ولي بقى قوم كيس وحبيك وتبتم جري نبي الله موسى عليه السلام قوم كيس وحبيك وتبتم يحن علمك اللي راه في السحر مركي إلهي قرآن كيس سبحانه وتعالى وكل الله ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى لأنه هو حوالي صف إن لصوق ولا أولا ترتم قف كي قوليستان أو نقد غفة كرية أي أبا المرين لسي ترتم كأبا المرين لغو بحد دونا قيمة هو دي وطوضا وحا ديب كشي قد دونا تبياش برنامج كا كنت وحان كالو ربعا وعن أغو باقا ترتم تبياش يقول ديق اللبا طبا إن ترتن فوراً وعدالات أه أنا قبل بن آدنا النحي وواحد يجيب الكلام لا تنقص وعدالاتنا نحيلها نوش إن ترتن فوقون نقضوه مد دور إيا حلال أه كنتي هو إلي عكران مركي وحد عانا وحافي عن إن وحي مركاسي إذا مكت تابانا يسو أما إلي ذا حيوة ليو حد ببي قضبة ترتن كأولي هاي يشروع ذا إلا مره وقتي لو ترجع الان دعوة لسوق بين سوق المستوى ساسا وحلوح اللي كرت المجومي وليها بدون الحين وليها جد لما يسرن وليها هنرجع لها ان دجمين كتر تم هاي كرت كان ان اي هبراعة او لا اخر دون هل كان كل رقمان او اي فلميان
waxaan rabaa mudiga waxaawaaye maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. Qof walba wuxuu ku dhawaaqo iyo wuxuu qoraba waxaawaaye garbihiisa maaa saaran oo qorayso. Haddii oo wax wanaaga ka shaqeyna wanaaga loo qorayaa, haddii oo wax oo aan umada ku qanacsan oo ka shaqeyna un kulleyba annaga naga qarsoon. Wixii annaga aan anaga warqaaba karna, lakin wixii naga qarsoon asiga iyo aakhiridiisa unbaan rabaa inuu ka fikro qofka bini aadamka ah. Waxaan rabaa runtii guddiga waxaawaaye guddi si aanan hore loo arkin loola dardaarmay oo aan rabo waxaan ugu fogaanaya wax kale ma ahno. Waxaan rabaa in lagu wada qanacsan yahay bini aadam in la qanciyo waa adag tahay, lakin waxaan rabaa wax furan oo waadixa marka lagu tartamo runtii waxaa ka soo baxaya wax qurux badanaa ka soo baxaya. Anigoo ah agaasimaha guud ee shabakada warbaahinta shabeelle Abuukar Sheekh Maxamuud, waxaan halkan caawa ka caddaynayaa in tartankii bisha barakeysan ee Ramadaan uu noo furan yahay saacaddan wixii ka dambeeya. Aad u mahadsantiin. Agaasimaha aad buu u mahadsan yahay, jazaakum allahu khayr ayaan leenahay. Annagana waxaan samayn doonaa inaan awaamirtaas aan fulino biidni illaahi alkariim. Sidoo kale waxaan jecelahay madaxa suuq geynta Somtel ayaan jecelahay inaan markaan isna aan ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cali Cismaan. Tafadal. Balancing the
waxaan rabaa mar kale inaan ku soo dhaweeyo saaxiibkay cali cismaan oo ah madaxa warfaafinta shirkadda somtel dahabshiil group. ayaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo halkan oo caawa waliba ballanqaadyo fara badanna noo wada asxaab badana ayagana sidoo kale life ugu jira facebooka iyo waliba tiktok intaba. waxaan jeclahay asxaabtaas oo dhan caawa barnaamijka toos ay u wada qayb geli doonaan, abaalmarina waa ay heli doonaan. saaxiibkii cali cismaan, madaxa warfaafinta shirkadda somtel, tafadal. shirkada isgaarsiinta somtel ay taabigeliso iyo dahabshiil group guud ahaan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa milkiilaha guud ee shabakada warbaahinta shabeelle, mudan cabdimaalik yuusuf. xaqiiqdii waan ku faraxsannahay, waxaan u aragnaa tartankan inuu yahay tartanka ugu weyn uguna ballaaran, tartankii ugu horreeyey ee dalka laga qabto, tartan aqooneed degmooyinka dalka ay ku baratamaan, kuwa gobolka banaadir iyo kuwa gobollada dalka. insha allah waxaan rajeynaynaa wadashaqeynta inaga dhexaysa inaga iyo shabakada warbaahinta shabeelle in halkeedii ay kasii socoto ramadaanada soo socdana sidaan iyo si lamida aan brogaramkan aan u taabagelin doono hadduu eebaha wada sarle ogolaado. waxaan mahad ballaaran halkan uga jeedinayaa maareeya ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta somtel ahna madaxa howlfulinta guud ee shirkadda, sidoo kale waa kusimaha guud ee maareeyaha somtel mudane aadan yuusuf ibraahim oo nagala qayb qaatay arrinkan suurgelintiisana kaalin weyn ku lahaa, sidoo kale maareeyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta somtel mudane mustafa shukri. waxaan leeyahay mudane aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin la-aantiin inooma suurogaleen inaan tartankan kaalintaa ka qaadano oo aan taabigelino. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda, sidoo kale waa ku-xigeenka madaxa waaxda ganacsiga shirkadda cumar maxamed nuur oo aada uga qayb qaatay inaan tartankan aan taabigelino, iyo tartamada lamidka ah. waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala degmooyinka ku tartamaya tartankan aadka u quruxda badan inay aqoontooda ay soo bandhigaan. waxa ugu wanaagsan ee lagu tartamo oo isdhexgalka sii ziyaadinaya ama kordhinaya waa tartan aqooneedka. bil walbo ramadaanna insha allah waxaan rajeynaynaa inaan ka qayb qaadano. degmooyinka waxaan leeyahay muujiya aqoonta aad xambaarsan tihiin, si daahfuran ayaad u tartamaysaan insha allahu tacaala. innaguna waxaan ballan qaadaynaa insha allah inaan korjoogtayno tartankan. sidoo kale ugu dambeyntiina degmooyinka kaalmaha koowaad iyo labaad gala abaalmarino qayima oo aada u qaaliya inay ku guuleystaan insha allah shirkadda ay ku abaalmariso. sidoo kale habsam u socodka tartanka iyo guddiga hawsha wada walaalkay cali cumar shaam iyo tiimka kale jilayaasha barnaamijka qaybgalaya cabdulyare iyo sheegu. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in ay aada tartanka usii ta'kiidin doonaan insha allahu tacaala, oo halkiis kasii socon doono aqoon isweydaarsi, isdhexgal bulsho, sidoo kale nabadda ayuu qayb ka yahay tartankan. waxaan rajeynaya in dhammaanteen aan ka wada faa'iidaysano. innagana waxaa inaga go-ay sanad walba inaan dhiirigelino meel walba oo aqoonta bulshada soomaaliyeed lagu dhisayo waxyaabo far badanna aan ku bixino insha allah. hadiyadaha aan ku bixino intaa kuma koobno, tartamo far badan ayaan sanadkan taabigelinaynaa insha allahu tacaala, bulshada way ka wada faa'iidaysan doonaan. mudnaanta koowaadna waxaa inoo leh tartanka shabakada warbaahinta shabeelle ka baxaya. waan u mahad celinayaa tiimka hawshan soo abaabulay, sanad walbana ka qayb qaata, sidoo kale maamulkeena sare ee shirkada isgaarsiinta somtel, degmooyinka ka qaybgalaya tartanka, ha noqdaan kuwa gobolka banaadir iyo kuwa gobollada dalka. dhammaantiin waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin caawa. waa habeenkii koowaad ee ramadaanka, waa 2024 sanada 2020. tartanku waa inoo furan yahay, waana ku faraxsannahay inaan tartankan taabigelino. waad mahadsan tihiin. aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiibkii cali cismaan, madaxa warfaafinta ee shirkadda somtel. barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa. waxaan jeclahay mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhibaatooyin fara badan ayaa jiro. qof kastow qofka walaalka ah, hayskayna sanadkan waxa uu yahay qof kastow qofka walaalka aan waxaysanin saacid oo sii wixii uu ku soomi lahaa, muxuu ku afuri lahaa, ku ciidi lahaa intaba. waayo waxa weye haddaan iscaawino ilaahayna waxa weye aada buu noogu gargaaraya. qof kasta oo waxaan ka codsanaynaa
in walaalaheen muxuu ahaa Somaliland Hargeysa dhibaatadii ka dhacday in aan u wada duceyno in Ilaahay uu u booga dhayo runtii waa imtixaan wax Ilaahay qadaray ayaa ahayd wixii ka dhacay suuqii weynaa muxuu ahaa Hargeysa waxaan leenahay Ilaahay ha idin booga dhayo walaalayaal aad baan runtii idin la gubanaynaa runtii dhinaciina ayaana nahay insha Allah Ilaahayna waxaan idin kaga baryaynaa inuu muxuu ahaa bedel qayb qaba oo aad ku faraxdaan si dhaqso ah inuu Ilaahay idin siiyo qof kasta oo maal haystana waxaan leenahay dadka walaalihiina ay ku hanti bala halkaas ha la gacan qabto ha la dhiirigeliyo hana muxuu ahaa culimadana muxuu ahaa dadku inay aad u baraarujiyaan ay u sheegaan waxaan qadar eebba in ay tahay qadarta eebbana in raalli noo noqdo waayo Ilaahay wuxuu leeyahay in shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabi la shadiid Ilaahay waa qani waana awood weyn yahay agoonta iyo masaakiinta walaalayaal aan aad u garab istaagno insha Allah bishan barakeysan ee Ramadaan waa bishii sadaqada waa bishii kaalmada waa bishii taakulaynta dadka masaakiinta ah waa bishii qur'aanka qof kastow aan ku dadaalnay inaan bishan aan ka wada faa'iideysano sanadkan sanadkiisa inaan gaari doono Ilaahay baa og sababtoo ah sanadkii hore saaxiibkay ajakis dhinaciga ayuu fadhiyey sanadkan waad u jeedaan ayaa ofsay marka waxaad ogaataan qadarta waa halkeeda insha Allah waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto naxariistii janana eebba ha ka waraabiyo owlaaddu uu ka tagay waalidaan u nahay ehelaan u nahay waana runtii la soconnaa xaalkooda insha Allah waxaan leenahay Allah ya raxma insha Allah markan waxaan jeclahay barnaamijkan in mar kale aan u mahadceliyo shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin aan dhaho mar kale saaxiibkay aleyahay cumar aad iyo aad u mahadsan yahay sidoo kale waxaan halkan ka xuseynaa insha allahu tacaala su-aasha dhextaalka ee barnaamijka Somtel ayaa taabagelinaysa qof walbuu ku guuleystay insha allahu tacaala hadiyada kala gedisan ayaan ugu talagalnay inaan ku abaalmarino sidoo kale saadaalinta degmada ku guuleysanaysa yacni qofkii saadaaliyay jawaabta saxda soo gudbiya oo cumar shaami inoo xaqiijiyo waxaan diyaar u nahay inaan abaalmarino labadaas abaalmarinohabeen walba insha allah qofkii degmada ku guuleysto saadaalinteeda abaalmarinaha banaanka talaawa tartiib sheego ayaa caawa ila joogo saaxiibkay waxaan fasaxaynaa madaxa warfaafinta ee shirkadda Somtel ayaan leenahay aad baad u mahadsantahay saaxiib markan barnaamijka ayaan guda geli doonaa jaamacadda Green Hope mar haddaad Green Hope aad maqasho waxa weeye aqoon baad maqashay ahay oo loo baahanyay markaas qof kasta inuu u hirto sababtoo ah aqoontu wax aad u qiimo badan weeye jaamacad haddaad beegsanaysaa ama aad tiigsanaysaa waa Green Hope isgaarsiinku hadalkeed ama internet hadday tahayna waa Somtel cabdullow kuuma jeedo soo soco cabdulle cabdulle mar dhow soo fariisin doona halkan waa cabdulle yare saaxiibkay cabdulle runtii nin aad u xamaasad badan ah saaxiibkay sheeguna dhinaciigu fadhiyaa saaxiibkay aan siiya markan labada degmey caawa tartamayso labada lambar mar kale aan u celiyo dhinaca farsamada Thank you.
كان علمك نطلب بلا بيجي الشريف وقد أتينا لغباك يا كان علمك نطلب بلا بيجي الشريف وقد أتينا لغباك يا
وهجاج مركلة مركلة وحنا ذلنا هاي رمضان كريم ملك استاذ شوكتان وبرمش كني ترتنا قولتك بشفرك السنة رمضان أحبين كي سوقه ريها بين كان عواء أن ده ده وحوي دير قرغ ويمعنيسو أن صاحب بدي عواء شيقو عبد الله يا مقام بعواء حدو له يا برنامج كي يرد الدهن دارا إن شاء الله صاحب كي أي الله يهي برنامج كي لبدا دقمو أن وير أو سوق لغتك أن لمبرد إيكلا قبصن لهاين سيان برنامج كروسي سعر دو له يهي
عمر دقمويين كا أفقوي إهلوا وقت برامج كا حاجة دوان أقول لك أفقوي يقول الوذاك وهجاك أفقوي هلو أفقوي هلو هلو أفقوي هلو 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 عمر شام هلو واي هاي لامبر هذا عن كوكل أوغانا إنه دك مدى سؤال شل أبو بلابا يو ولامبر كلابية تبانات يا لامبر كلاباتن هذا لبية تبان يا لباتن أفجو يا لامبر لباتن لباتن جاك هلو وذاك هلو هلو السلام عليكم لبية تبان يا لباتن لامبر كفاه هاي لبية تبان way hay labada degmo 2012 hor dhignay waxa qabsaday lambarka 2012 degmada holwadaag ee gobolka banaadir sida tikta ka muuqataba iyada ayaana su'aasha koowaad mar walba la han doonta qaybaha dambana su'aasha waxaan toos ugu bilaabi doonaa afgooy umar waxaaga bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay waxaan weydiisanayna inuu toofiiqdana wada waafajiyo insha allah ta'ala afkasta oo soomaaliya soomaal meel kasta oo shugana ilaahay nabad caam ah nooda siiyo sanadkan sanadkiisana ilaahay ha naga dhigo kuwii bashbash iyo baraaro ku wada gaaro inta dhimatana waxaan leenahay ilaahow naxariistaada janno ka waraabi insha allahu tacaala inta ku caasidanay waxaan leenahay ilaahay uu soo hanuuni rabbi uu raxmaan uu raxiim su'aasha koowaad ee barnaamijka waa su'aal diiniya degmadu waa holwadaa gobolkuna waa banaadir u diyaar garow su'aasha koowaad waa su'aal diiniya sheeg suuraddii sababta oo ahayd inuu soo islaamo allaha ka raali noqdee cumar binu qadaab aan ku celiya mar kale holwadaag u fiirso su-aasha qaabka ay u dhacayso sheeg suuraddii sababta oo ahayd inuu soo islaamo cumar binu qadaab ee baraallaha ka noqdee mar saddexaad holwadaag sheeg suuraddii sababta oo ahayd inuu soo islaamo cumar binu qadaab waxaan rajaynaya inaad garateen ood ka jawaabi doontaa insha allah holwadaag halo halo asalaamu calaykum jawaabta holwadaag bismillahi raxmaani raxiim su-aashan waxa ay degmada holwadaag uga jawaabaysaa suuradda u sababta ahayd inuu soo islaamo cumar bin khadaab radiyallahu canhu waa suuratu daha jawaabta sax iyo qalad aan guddigu ku celiyo koobaad tartanka habeenka koobaad ee ramadaan degmooyinka holwadaag iyo degmada afgooye waa su-aal diini ah waxaa la hor dhigay degmada holwadaag jawaabta ay ka bixiyeen oo ay ku sheegeen suuratu daha waa jawaab sax ah waa la ogyahay naga dhaafe he baraawo maxaa baraawo waano raaligaa jane holwadaag laba dhibcood intay dhigtee holwadaag laba dhibcood holwadaag waa weyn tahay shanta geed ka akhliilo waa yaa ku bare hal yiraa meesh ma kuuray jir dowla tahay waa ka shanta geed ka qaataa holwadaag somtel halkeeda ayaan idiin soo dhigi doonaa jaacada girin hobna waan usoo dhibaynaa su-aasha labaad degmada afgooye u diyaar garow dhagaha u fura su-aasha afgooye su-aashu waa su-aal diini ah sheeg suuradda lagu magacaabo suuratu lmunaafiqiin sida kitaabka ku qoran ayaa lagaa rabaa inaa uga jawaabto aan ku celiya mar kale afgooye sheeg suuradda lagu magacaabo suuratu lmunaafiqiin lagu tilmaamay
أن مرسد دحات كعلي أفقوي واحد شيكتاه سورة أما سورة اللقمة قعابة سورة المنافقين حارتين أفقوي أن أتقرأتو أتكشوه بدونتا إن شاء الله anagoo ah tartamayaasha degmada afgooye su'aashaas jawaabteed hadaan isku dayno waa suurada tirsigeedu yahay number 9 ee ah suuratu tauba suuratu tauba sax iyo qalad waxaan ku celinayaa gudiga degmada afgooye su'aashii labaad ayay xaq u lahayd oo diini ah waxa la weydiiyay jawaabta ay ka bixisay oo ay ku sheegtay suuratu tauba waa jawaab sax ah Makoyga hostis afgooye makoyga hostis aan soo dhigaa labadaan dibco maxaa ku daar adiga ma bururtay waa bururi baabayaa naga duulal ma ku soo dhigay war duulal maxaa way duulal ka darag lama dibco inta u dhigaa ma ka seeyad afgooye meeshi u dhigi kara sheek baa afgooye ramadaan dibco suuq xoola isaga ma dhalin sidoo ana ka qaad tii arta ma soo dhigaay waxa soo dhigaa wobiga wobiga ka qaataa roo wobiga hadis os niyesto wobi ka ka aro isub buundada yariista hoteyga hol la maray walba u dhax dhig meesh ma u dhax dhig su'aal waxaad jiri doonta dhaxtaal ah dhageystayaasheen iyo tartamayaashaba su'aal wada dhaxayn doonta qofki su'aasha ka jawaabo hal bil oo internet oo free ah ayaa la siinaya hal bil ana 1 month wax lacag lagu booday internet waliba bila xuduud ayaa lagu siin doonaa insha Allah saaxiibada qadka ku wada jireenna waxaan leeyahay inta Facebook live ka naga daawanayso ayaa inta maxuu ahaay TikTok ba habeenkan caawa TikTok iga xataa waa live asxaabtoodna waxaan leeyahay Ramadan Kariim su'aashu markaan waxa iska leh holwadaag holwadaag iska fiiri su'aashu waa geography dooro jawaabta saxda ah ayaa leeyahay waxaad dooranaysaa jawaabta saxda ah oo fiirso cufnaanta Jupiter waa ee 500 ayaa waxa uu ka weyn yahay dhulka B 500 cufnaanta uu leeyahay dhulka C 520 cufnaanta uu leeyahay dhulka D 500 jeer cufnaanta uu leeyahay dhulka afgooy ehelwadaag inaad fahamtaan isku day su'aasha marka aad fahamto ayaad macnahan heli doontaa waxaa la wariyay waa juqraafi su'aashu dooro ayaa la wariyay jawaabta saxda ah jawaabta saxda ah ayaa dooranaysa taasu baad baarisaa cufnaanta Jupiter waa lwari A 500 ayaa waxa uu ka weyn yahay dhulka B 500 cufnaanta uu leeyahay dhulka C 520 cufnaanta uu leeyahay dhulka iyo waliba D 500 jeer cufnaanta uu leeyahay dhulka mar saddexaad aan ku celiyo saad ku garataan holwadaag dooro ayaa lagu jawaabta saxda ah su'aashu waa geography cufnaanta Jupiter waa A 500 ayaa waxa uu ka weyn yahay dhulka B 500 cufnaanta uu leeyahay dhulka C 520 cufnaanta uu leeyahay dhulka D 500 jeer cufnaanta uu leeyahay dhulka waxaan rajaynayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan xul wadaag
إن شاء الله. هلو هول وذاك جوابته. هلو السلام عليكم. جوابته. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. الحمد لله رب العالمين. جوابته كابر. سؤالها سي وحاي لماذا هول وذاك وقا جوابي سا شير واشن يلا واشن بقول كيبا رولكا او اه حرف كاسي ادي امسلا كو عدو وحرف السي او اه سؤالها لبعض دنكا دجمدة هولوداك سؤال استدحاد ترتن كوا سؤال جغرافي جوابته هولوداك كبحيان ويكوش شجان شان لبعضن بقول كيبا عفنان تقولي هاي دولكا هولوداك وجواب صح قول براو أرعى وذا ولك لحى هبشيل قروب سمتالي يا تهبشيل قروب إدسي يا بوندوين كيلي وهيشان صمتر يا داشي القلوب بوندوين كيلي وهيشان لما تبعوت قولوا لك انت ودقيه انت ودقيه حالي لا تاورك خادي وشبه اللي كورسة ريزينا ماشي ما بسارتي إلو كفتر عمل أيقو هذا أيقو نحن دقيها يان أخلي له تاوي أخلي قواهو داشة قواهو يراها وعاكو أركي تمي كوب سران جرامي ويدو أخلي ها أنت تمي كوب وقاك سواش مركا موحا إسكالة دق مده أفقوي بربر كي كبح ذا وابكي لغلاك وابكي لغلاك إسكالي موحي سواش هو جغرافي دق مده وأفقوي قبل كنا واشبه اللي ذا هاسي دورة جواب تستحدى دق مده أفقوي دورة جواب تستحدى وحال ويفراتي قول لي هاي ساتون اما ساتون وحالو مالينا يا انو يا هاي متكا سمي سن كومانان سحارة او عبرك الدوان لي بي هراديقا والحو كودعي جوبيتر سي وحيابو كهور تغيا اتمسفير ساتون ان اي كبحصدان اي دي متكا سمي سن أسترويد أنكو عليا مركلة تواشوا جغرافي الدقمة دا يبقوهي دورة جواب تستحدى فراتي قول لي هاي ساتون وحا لو ملاينا يا إنو يهي متك سميسان كومانان سحارة أو عبرك الدوان لي بي حراديقة والحوك كدعي جوبيتر سي وحيابو كهور تغيا اتمسفيركا ساتون ان اي كبحصدان دي متك سميسان استرويد وحارجين ايا ان اتقالتين او اتكتشواب الدونتان دقمدا افقويا ان شاء الله I'm
أفقوي جوابته ألو عمر شام جوابته جوابتي إذا دي عن إسكو داينا وحين غني ساعة حرف كا إيه وحن دورنا هنا جوابك كحسن حرف كأي صحيح قالت قلت يوم كعلنا يا وهكاك والله يسهيعا وأفقوا يوحى الويدية سواش وذي لبادو جغرافيا سواش أفراد يترتنكا جوابت أي كبي حيان أفقوا يي وميت صحة قل براو أفقوا يي حمر قفوركيس مقالة مقدشة قفوركيس ألبابك لك سوق لاي وأفقوا يي هدي لفي فيريو معرفي قفوركيس ما هم حرطا يا دنا الحيلة قلتا حمر قفور بمالي والله أفقوه كسو قلي البابك قفورك أفقوه وحان قلتك هدنة البابك أفورك قفورك اللمر أفقوه يا ونقا سوخك غاتا إذب درن تحشيكو هلا إذب درن أو قبل إذب درن أو عنت بي محاي إفيري إفيري يا إنتي هير أفقوه هرتوا الشير بجرين أتي أت شير بكوه ذي أذي هل حب حتام قتغن ورواه المام يا أخي لكن مرمركو ماي ماي والله واه المام بهم شيء جاي وأشرب جيران الله أفقوا يا شرب كوك دا جيري شو بلا دا إسوا حسوس لنا هل حب حتى ما كنت غانا واه المام عبد الله إيه أفقوا استرون كم غلا أنا لا إله إلا الله محمد مع أفقوا استرون لما كم غزي استرون أنا قا أفقوا وابا ساسا بوك عرنا با وابا عرنا تا دار أنت لك أنا أنا بدي شجع لا شك أنا قا كستو على نجرون أفقوا يشرب أسوك أدي أنا وعندك استلاشن ورنب قوية كو على نجرون وشربة هاي عليها ما أنت وحان ما مي أو ملاقو إني لي جراه هشا ما نسدي واي واي لما آويسي ما أنت وكلا وحان ما مي هشا معلم دي ميت إن النقضة هشا أو معلمو لي جراه والله ما نسدي واي واي لما آويسي والله قال عدل دهب يا ام لها هير افقوي عدل واي عمر شام سيسو كاني ابو ما عبدو ما قدلتي افقوي قدلتي وكسو هيا انا سك حاله قبها انا يا جنور حاله قبها ايوه اسك الاليا هير افقوي ساج ورقا واسكله دقمده هلودا هلودا سواش هو كيمستري اسك فيري قندف قندف لمرفو بربر كي كب حدا وابكي لغلط اوه اسكو لقنتين لكن واذي كلا ريبنا سواشو عوي كمستري امسا قرام اتم او ليد اه ايا كوچرا الوري كوبات ليد اه او دهرير كودو يهي لباتن اي سيداد دبيع سيداد ميلمتر انكو عليو لباتن اي لبو دبيع سيداد ميلمتر جواب تادونا وإن دبعدا أي كدن بيسابا الولي سد على الترو سد احترو أنكو علي مركلة هلو ذا إميسا قرام أتم أو ليدها أي كوچرا كوبات ليدها أو دهرير كيدو يهي لبعي لباتن دبع سداد ملمتر جواب تادنو وإن دبعدا أي كدن بيسو سد احترو مر سد حاد أنكو علي هلو ذا وكمستر سياشو إميسا قرام أتم أو ليدها أي كوچرا كوبد ليدا ودح رير كودو يهي لبي لباتن دبع سداد مليمتر جوابتا دنو وان دبع دا اي كدن بيسو سد احترو وحرشين انات قلتين اوتك جواب دونتا ان شاء الله I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to
Holwadaag hello. Holwadaag hello. Jawaabta. Assalamu alaykum. Jawaabta Holwadaag. Wa alaykum assalam. Jawaabta ka bar. Su'aashan kimi ah waxaad madaad ugaad ka عمر شام انك سؤال شخص جوابت اذا ديان اسكتاينا وحين قونيسا ابر دبيع سقال سديد تضوى قرام ابر دبيع سقال بقول سديتان يتضوى قرام كفايدي سيجي افقوية اينا كم فايدي سن مربع هدي لابدي كوحبا اي كفايدي سن وي سؤال شي كمستريقا هاي انو دينا مركان شبيل registration dhinaca Facebook iyo hadaan siino maxuu ahaa dhinaca TikTok iyo internet naga la socota hadii markaas jawaabta ayaguna ay heli karaan jawaabta aan su'aashaas waxaan ku bixin doonaa $10 oo ku hadala $10 oo somtela $10 justi waxaan siinaynaa 10 second ya jawaabtaas haya 10 second sideed 7 second $10 weyn baa leeyahay $10 qofkii jawaabtaas bixiya $10 weheg maxay noqotay jawaabta xadda dhageystayaashu ka soo noqotay waayay su'aashan waxa la weydiiyay Holwadaag way soo hareer martay sidoo kale waxa ka faa'iideysay ahaan la hor dhigay afgooye ayna kama faa'iideysan jawaabta saxda waxay noqonaysaa eber dhibic 3-4 eber gram atom waa eber dhibic 3-4 eber gram atom waxaan rajaynayaa inaad saas u garataan oo aad muxuu ahaa aysan marka idin dhinac mari doona su'aasha markan waxaa iska leh degmada afgooye su'aasha markan degmada afgooye waa fursad kale waliba afgooye su'aashu waa chemistry imisa atom oo uranium ayaa ku jira kubad uranium oo gacankeedu yahay 1.00 inch aan ku celiya mar kale afgooye jawaabtana u qor baa lagu qorba saynis dhibicda waa inay ka dambayso 2 tiro afgooye mar kale aan ku celiyo waxaa lura imisa atom oo uranium ayaa ku jira kubad uranium oo gacankeedu yahay 1.00 inch jawaabtana u qor qorma saynis dhibicda waa in ay ka dambayso 2 tiro mar saddexaad aan ku celiyo afgooye imisa atom oo uranium ayaa ku jira kubad uranium oo gacankeedu yahay 1.00 inch jawaabtana u qor baa lagu qorma saynis dhibicda waa in ay ka dambayso
لبتشرو وحرتيني أبقيين أتقلت وأتك شو بدون تاي إن شاء الله. هلو أفقوي جوابت أفقوي هلو عمر شام هدي ترتمياش دقمد أفقوي سؤالش جوابتي دي سكو ديان وحين غنيسا لابو ديبع كنتون إيا سدح لغو دفتي طبان ويكو جبارن تهي لابعتان إيا أفر يورانيوم أتمع هدي أنكو علي وحين غني لابو ديبع كنتون إيا سدح لغو دفتي طبان ويكو جبارن تهي لابعتان إيا أفر يورانيوم أتمس أه ساعي غلط قدك كعليه أبقو يسواشي كمستريقة هايد كما جوابين هلو ذاك بنالتوي جوابتك أبر هلو هلو ذاك هلو ذاك جوابتك هلو ذاك وهذاك أي نص هاي قالت قلت لكم علني قول وذاك فايدي سيقولوا مسوا الدواء وصح ما أي شباب تكلم شيقوا هدوك شباب عاوز وأشس ها كنت نضل رايد لذا شيقوا ما حس هاي ورت إيش هكه أنا مكسو هاي ب يا كنت الله شهور دي وحين ده هاي بلونيا وحالة ده هاي بلوني أوجرانيوم كنا حجرا أعوذ بالله من اليورانيوم يورانيوم متغنى أورتو ما حكوا قال ما حكوا تك الدولار الجوجل شيء هذا فاقع إيه أنا بلون ولا جمال أنت سعد يورانيوم كوا غالي أه هاي بلونيوم كنا حجرا هاي بلوني جينا السوق اللي بسدي سوقة ها مين اللي جاي ماركين يورانيوم ما بعرف شو بتسحب هذا الكبر الحين غنسة ها إسكبار كان عليك على أشاس جوابتي ذو حين غنسة سدح دبيع لبو سدي لغور في تي لبيع لباتن أتم سدح دبيع لبو سدي لغور في تي لبيع لباتن أتم كبروا شو هاش مركب وحا اسكالي هو الوذاك واحد مدى انا يكون بلمان ايلا متى دا كتشوه تانا تنكلا كتشوه حدان انا صوت فون كتشوه ادنها كتشوه لكن عاوة لغة لبحايا تاسنو قادر شو هاش مركب هو الوذاك ويوافيسيكس دورة جواب تسحدا هو الوذاك سامي قولنا هي عفنانتا هو كلول اي هو قبو وا اي متلاك هل بي متكوين هل سي متكير هل دي مدنا صح ماها انكو عليو ماركا له الوداع سواش وافي سيكس دورة شوال تصح داها سامي قولنا هي الولو عفنانتا هو كلول اي هو قبو وا اي متلاك هل بي متكوين هل سي متكير هل دي مدنا صح ماهن مرسد دحايد انكو عليه ولو داقو فيرسو دورة شد عدي قاله وحال ولو الدورة جواب تصح داه سامي قول دحايا عفنان تهو كل ايه هو قبوة ايه متلاك الول هل بي متكوين هل سي متكير هل دي مدنا صح ماها وحارتين انا تقرتين هلو داقو تكتشوها بدونتا ان شاء الله بني آدم كودا
هلو جوابته هلو السلام عليكم بيجي شبه هلا جوابته عشان وحي وجهه راس على قاتيل اخر بتسوي على جوابته كعله هلو ذا عود كان فصيح كدك اي حد عن كعد النوف راس على قاتيل هل هذا كعلي؟ إن جوابك وحدك في وحدك حرف السين مركلة كعلي هل هذا مركلة قدي وكعلي كلين؟ جوابك هل هذا وثانيك نانسة يهروك يهوى الروك ها 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 أفقو يكفى إذي سيقاس إيادان وما هيصو أرامكو قوشيكو اللي بدو ويناصو بلغان قوشيك طبع أرامي ساس تهي هي شبل وقي Yeah.
أبيها شبيلي شبيلي استا شرف لو شبيلي كن سادمو Adiha shabelle shabelle sta sharaf lo shabelle kusadamo waxaa saxda maxay noqonaysaa waayay labada nacba ay soo hareer martay dhageystayaasheena soo jawaabaya ayagana mid jawaab sax ah helay ilaa hadda ma hayno laakiin jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka c waa xarafka c waxaana ku xusan mid ka yar hal waa xarafka c waxaa su'aasha markan waxaa iska la afgooye afgooye xarfaha oo muxuu ahay aan tilmaamayna ayaad xaraf kaliya tilmaami kartaan idinku aad meelo kale aan sii aadin haddaad doontana jawaab saa doonto u bixiya su'aasha markan waa physics afgooye ayaan iska le dooro jawaabta saxda ah ayaa lagula afgooye saamiga u dhexeeya kaynaanka jabaqda hawo kulul iyo kaynaanka jabaqda hawo qabow waa a mid la-eg hal b mid ka weyn hal c waa mid ka yar hal d midna sax ma ahan aan ku celiya mar kale afgooye saamiga u dhexeeya kaynaanka jabaqda hawo kulul iyo kaynaanka jabaqda hawo qabow waa a mid la-eg hal b waa mid ka weyn hal c waa mid ka yar hal iyo d midna sax ma ahan mar saddexaad aan ku celiyo saamiga u dhexeeya lagu yihi kaynaanka jabaqda hawo kulul iyo kaynaanka jabaqda hawo qabow waa a mid la-eg hal b waa mid ka weyn hal c waa mid ka yar hal iyo d midna sax ma ahan waxaan rajaynayaa afgooye inaad garatay ood ka jawaabi doontaan insha allah afgooye jawaabta afgooye halo cumar shaam su-aashaas jawaabteeda haddii ay tartamayaasha degmada afgooye isku dayaan waa mid ka weyn hal mid ka weyn hal sax iyo qalad guddigan ku celinaya bisigisaa la weydiiyey su-aasha degmada afgooye jawaabta ay ka bixiyeen oo ay ku sheegeen xarafka b waa mid ka weyn hal jawaab saxa erdemile waa dhaarsiin amba waxa waaye umaleya tvga iyo idaacada carabtaan kuwa muruqna gilino saabeena dhaafa hay u jiibi cumarow waa ku sugi maya afkaa ma kasaay
كيل ما هو الماء أفقي ما تقول الماء كان دملي قري اسمه أفقي كغاتة يا سؤالش مركان وح يسكر الدقمة ذا حلو ذا دبعها سيه تقول دبعها دقمة ذا أفقي وحن رجيني دبعها سنة يصير ترتيبها هاي أوقاتها أو لك الترقي مركان حلو ذا يا يسكر سؤالش مركان حلو ذا سؤال شو حساب waxaa lagu yiri soo saar xuduudda ugu hooseysa ee 180 bilfur 7.3 laga jaray 4.5 bilxir aan ku celiya mar kale soo saar ayaa lagu yiri xuduudda ugu hooseysa ee 180 su'aashu waa salaad iska fiiro ladaa soo saar xuduudda ugu hooseysa ee 180 بالفر بقول يسد لو قيبي تضبط دبيع سدح لقيت شري أفر دبيع شن مر سدح هذا أنكو عليه أفقوي صار حدود دوقوها سيساء بقول يسديت لو قيبي تضبط دبيع سدح لقيت شري أفر دبيع شن وحنرشين يا جوابته هذا و دبيع ده أنا يقدم بيسر لبتسيره marka la daaw ku celiyo jawaabtooda waa inay dhibicda ay ka dambeyso laba tiro waxaan rajaynayaa degmada Holwadaag inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha Allah هولداك شوابته هولداك هلو هولداك شوابته هولداك شوابته كل عد كان يرى كروقات مركز كوالي عدك كروقاد هولوذاك مركز قدام بيس كوالي سنة في الوضع في الوضع في لباسن يريد طوان يشين لباسن يريد طوان سنة وصحي غلط قد يوم كوالي هولوذاك وحل ويدي سؤال حسابة جوابتها دقمده هولوذاك اي كبحيين ما اهامت صحة أفقوا يا بنالتي وي عمر شام ترتمياش دقمد أفقوا سؤال شاس جوابتي هدية اسكو ضيان وحاين غونيسا لحذن يأفر لبيع لبعتن يسيديد صحي قلد أينا أد بي أسود وين أفقوا لكن ما أها جواب صحا لابد الكحبة هدية كين ويسي شبال
جوابت صحدا ام حين هو ايه عمر وحسود دوي افقوي افقوي ادو سو دويسي جوابتا صحدا هو لحدن دبيع سدح افر لحدن دبيع سدح افر اد بدو ما سنتاي مركان وحان شعلا هاي كبرو كبر هادي يا شغل القرشي موجودة حكمتا صدورها شندر مك هربس كبر هادي يا شغل القرشي موجودة حكمتا صدورها شندر مك هربس عبدالله وانت عبدالله هورت بيل رمضان لو جرح وإلهي مهديس بلد كان اللي من بدن او اسكا اسكا رمزها يا جوجو او صون اي صون لان بان وجين علومتنا واك هذا الشيء عبد الله هذه حكيت تري مكاس صدان كرمضانينكي صدان كرمضانينكي سومينين ما صغير ميا سومينين سومينين صغير ميا صدون كرمضانين كان سومينين سبي ميا انو كين واسبي ميا واسع يا صغير ميا سعميا انا دوسو من صغير ميا ميا انا سعميا انا دوسو من صغير ميا صدون كرمضانين كان أني قواسح ذي يا صغير مين أني قواسح ذي يا رمضان نينكين أسيح ذي يا صغير مين صدنك رمضان نينكان هرتو حواي هرتو أني مغلي أني أنو أني مغلي لك هل مدى أني شيء عمر شام يو صاحب كي طبعا قرضا واني مغلي انا تريا هي صدون كلام مدان واني مغلي او ماني مغلي نو حد اني ما انت يا بنايبو وحان اركي تومن قفوت سومن اي تومن قفوت سومنين وحان ويدي مركا كي سومنا داي صاحو اد مسومتا ها بيش ما اركت ما ياس داي وا ام ها سونت اند هي وال داي سوم وا لا داي وا سوميس داي كي كلو سومنين او تاي صاحو داي ما ها سوميس بيش ما اركنا سي داي marka kee toosan lamadaas aan waa wareer be maanta lamadooda waa toosan yihiin say ku toosiin sidada san ka barka oo bilow yahay een waa waxa ka timaada een laakin bari waa la hooyir kaada badan waa loo gogol badan hadii maanta ay ahayd san waa iyo san u maleeyahay iyo san ay ahayd iyo san tama ay ahayd iyo saas ay ahayd horta ninka cunay raba ninki san raba bari إيجار كل رحوة وعور يا هي ثلاثة إذا إيه بقى قياس دولو يا تاسا إكره رمضان إيه نك عنا هبا إيه نك يسكت آفر والله ما دام عزيز أوت الله شو ما أنت بعد صوم من مركان سؤال هنا يكون قرينا إن شاء الله تعالى سؤال شنو مركان وحا إسكال الدق مذا أفقوي و أفقوي أحساب ويا أفقوي waxa lagu xuduud soo saarbaar wax xuduud ugu sareysay 108 loo qaybiyay 7.3 laga jaray 4.5 aan ku celiy markale af gooye waxa lagu soo saar xuduuda ugu sareysa ee 108 loo qaybiyay 7.3 laga jaray 4.5 mar saddexaad af gooye ku celiy soo saar xuduuda ugu sareysa ee 108 لو خيبي تدبر دبيع سدح لقى شري أفر دبيع شن جواب هذا وإن دبيع ذا أي كدم بيسال لبتشرو وعن رجينا يا إن أتقرتين أفقوي وأتك شوي دون تنشال I'm
أفقوي جوابته. هلو أفقوي. جوابته أفقوي. عمر شام فرسمياش دقمد أفقوي سؤال شاسي جوابتي هدية اسكو بيان وحين غنيسا لباطن لبع شنية طبعا لباطن لبع شنية طبعا قد يوم كحلني أفقوي سؤاشي لويدية حسابته هيد جوابته يكبي حيان صح معها هل ذاك بنلتوي هل وذاك جوابته كابر ماذا هل ذاك صحيح غلط انا قلت لكم كعلي اهل وذاك كعلي هو ذاك مركل قد وكعلي كلين جوابته هو ذاك كبحيان يا نصح معها labadii koox waxaad moodaa in albaabkii riixin furida bisa u dhanaayde joob saxda hadda ka bartay waxa noqonaysa umar oo degmada holodaag oo marka ka faa'iideysay ahaan loo hor dhigay ayaa aad u soo dhaweysay jawaabtu waxa weeye 68.52 meesha ay ka tiri 7 waa 68.52 ha 52 57 waa qalad وكنتن إلا بو أما شان لو وحقك سؤالها يا بوريس يا براكين إلا سوقاتي يا دعوها هل سوقاتي؟ سؤالها بوريس يا براكين إني أفقو إني هرودك سوقاتي يا دعوها واو وطان بو على حول بوريس أغيب سأشي وأباول الشمركة وحالة إسكالي دك مدى هولوذاك هولوذاك إسكفيري بربر كي كبح ذا وابا كي لغلين تران كي وحو مريا بستجد وقود لبستا يوبر كي كسي نوي هاي وحال ور الدورة مد الصحراء هدي والد أفر سوا باولشي هدي والد بلاد جروب كيسا اما بلاد جروب كيسا او يهي اي بي مدالي كارو عنو ان بلاد جروب كيسو او يهي كو اي لابا بي سدح اي بي افر او انكو عليا مركري دورو مدى صحدة اهلو تيرادا اتكا دورن دون تا مدى صحدة هدي والد بلد جروب كي سو او يهي بالوري اي بي مدالي كارو عنوك بلد جروب كي سو او يهي كو اي لابا بي سدح اي بي افر او انكو عليه هلو ذاك مر سدحات دورو مد السحدة اتشوابت السحدة الدورة اذيك مركع هدي والد هدي والد بلد جروب كيسو او يهي اما بلد جروب كيسا بلد اما بلد بتكار مركع دونتو او يهي اي بي مدالي كلال ورعونك ام بلد جروب كيسا يهي كو اي لابا بي سدح اي بي افر او وحال الشينا انا تقلتين اولو ذا باتك تشوابي دونتان ان شاء الله I'm not going to be able to do that.
هلو هلو ذاك إن سؤال ماني بدمج الولاد في المدور عين هدي والد بلد جروب كيسو ويهاي اي بي مادا لك انكو عليو دورة جوابت السحادة اف قوي دورة جوابت السحادة بلد جروب كان لهم بلوري وح انتبادي كو او لابو اي بي سدح بي افر اي انكو عليو مركلة اف قوي waxaa loo wariyay doorada jawaabta saxda ah balad gruubka aan lahayn baa loo wariyay wax antibody ko wa o laba wa ap saddex wa p afarna wa a mar saddexaad af gooye doorada jawaabta saxda ah balad gruubka aan lahayn wax antibody ko o لابا اي بي سدح بي افر اي وحارتين يا اف قوينا تقلتوت كتشوا بدون ثان ان شاء الله هلو هلو ذاك افقوي افقوي رالا هذا شوابت افقوي افقوي عدي ترتمياش دقمد افقوي سؤاش از جوابت ايه اسكو ديان وحين قان ايسا اي بي صحيح يا خالد كنت يوم كعلي سؤاشي بايولوجيكا هايد لو ايدي دقمد افقوي بلاد جروب كان لهين انتي بادي اما انتي بودي و اي بي جواب صحة جول جول باقي بمبال من النحنانة حلو عدس كفيخ دو هدي ربتين باميها كدرسة دا هدي ربتين بربرانية واركو قنا كنا هي هدي ربتين بطاتيكا ابابا لا واقعي هدي ربتين بعركة بعركة تيتو دا جرين هوب قوري جدايا جرين هوب قوري جدايا lamada buundo wees agyal ar lamada buundo wees agyal gariin hoob guurige ha hay xoogin hay xoogin lamada dibcod gariin hoob u dhigo waayba aad ma waasad hay waxay markana aan hal daqiiqo dahab shiil iyo somtel falan marka qax ka siina hay Bisharo. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyin mobile internet cusub oo adeega dhameysta, kuwaasi oo daboolaya baahida macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. Waa xirmooyin mobile internet unlimited ah
oo aan marnaba ka dhamaaneynin. Kuwaasi oo ka kooban mobile data iyo ku hadal unlimited ah oo aan marnaba ka dhicin. Xirmooyinka adeega dhamays waa xirmooyin aad u qiimo jaban, xawaarahooduna aad u sarreeyo, kuwaasoo shirkadda ay ugu talagashay bulshada Soomaaliyeed. Xirmooyinka adeega dhamays waxa ay ka kooban yihiin 4 xirmo oo kala gidsan, kuwaasi oo isugu jira bille, toddobaadle iyo maalinle. Macaamil ku shuban $ oo hel adeeg internet unlimited ah iyo ku hadal muddo 30 saacadood ah. Sidoo kale macaamil ku shubo $1 oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo 60 saacadood ah. Ku shubo $2 iyo bar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo 7 ah. Ugu dambeyntii ku shubo $15 oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah. Xirmooyinka adeega dhamays ugu shubo hanaanka ku shubashada fudud ee adeega eDahab code number 1 1 4 gees. Sidoo kale uga shubo eDahab adiga oo garaacaya 1 1 lambarkaaga lacagta kadibna 4 gees. Ugu dambeyntii waxaad ugu shuban kartaa adeega eDahab reseller adiga oo garaacaya code number-ka 4 4 4 lacagta kadibna 4 gees. Noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmooyinka kala gidsan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Macaamil, hadiga jeer mobile internet-ka Somtel nafsadaada ku soo. Ninka tiiraagadeeg badan bir ku taagsanayo, ninka booc ku tukubayo isku tabarba maaho, talaab ma isla qaadan. Somtelna hee tiirkaas adeega badan waa tahay. Ma sii socon kale abwaan ba horas uu yiri su-aashi ugu dambeysay hool wadaag dalaasta kuweyshi weya dhinaciina barbarkay ka baxdaana waa bakay la qalin. Hool wadaag, su-aashan waa sugan. Waxaa la wari jihdayoola bixiba libaax iman la moodaayey ragga saadaxda iyo ooftu waa udug dhexaadkiiya labadii wax laga eegi jiray waan ka oodnahay. Haddaba gabayga ama gabyaagu muxuu ula jeedaa ereyga jihdayda? U fiirso mar kale aan ku celiyo jawaabta iyo su-aasha. Jawaabta adiga laga rabaayo wuxuu yidhi jihdayoola bixibaa libaax iman la moodaayey ragga saadaxda iyo ooftu waa udug dhexaadkiiya labadii wax laga eegi jiray waan ka oodnahay. Haddaba gabyaaga muxuu ula jeedaa ereyga jihdayda? Mar saddexaad, jihdayoola bixiba libaax iman la moodaayey ragga saadaxda iyo ooftu waa udug dhexaadkiiya labadii wax laga eegi jiray waan ka oodnahay. Haddaba gabyaagu muxuu ula jeedaa ereyga jihdayda? Waxaan rajaynayaa waladaag inaad garateen ood ka jawaabi doontaan insha allah. Ilabaniyayo labalariyaye
هلو هلو ذاك السلام عليكم ماذا يبارك ماشر فيه وحبيب الوادي الساعة يرجع في أدوانك وحبيبك إلى أمين عمد راحيس عمد حناب كعلي مركلة هلو ذاك بالنسبة لجاء سلسة فيه وحبيبك الوادي الساعة أدوانك أرجع فيه وحبيبك إلى ساعيس عمد حناب سؤالشان وحالوي دي دق مدى هلوذاك وسؤالشي تضباد دي قدن بيسي سؤاله عاوية دنك هلوذاك جوابتي كبحيين ويكوشي اغيان تهدي دا وحالو لجي دا تاهيغا وجواب صحا جو ايش وغالي سكويمك كالا تهدي دا تاهلي ما لغو دا تاه دا صحوايا نيو ارياغا بس نيو بوغو الله بيب هلوذاك كغاتة سوخة كغاتة سوخة هلوذاك هلو ذاك ما سوق له ما حاوي يالو يا هلا ان شاء الله هلو انت كنت قطعهم قرقي الله اكبر براوو هلو ذاك لما دبعو هلو ذاك ما هو سوق له انت بس يبقوي اسكفيري ترينك وشتاق ربا سؤال شو السوقان جهد اذا بحبا اللي باح امن لما ذايي رقا سادح ذا ايو افتوا ادوك دحاد كيه لبادي وحلقا ايجي شري وانكاود نهايه حدا باقا بياقو محوولة شدا اريقا لبادي وحلقا ايجي شري انكو عليا مركالي افقوي جهد اذا بحبا اللي باح ايمان لمو ذايي رقا سادح ذا ايو افتوا ادوك دحاد كيه labadi wax laga eegi jiray waan ka odnahay hadaba gabyaagu muxuu la jeedaa ereyga labadi wax laga eegi jiray mar saddexaad jihdeeda bixiba libaax iman la mudayay ragazadaada iyo ofdu waa udug dhaxadkiye labadi wax laga eegi jiray waan ka odnahay waxaan isheenayaa af gooyad garateen oo ka joogdantan insha allah هلو افقوي هلو عمر شام جوابك هلو شبيلة سؤال شاسي جوابتي اذا هدي اي ترتمياش الدقمة افقوي اسكو ديان لبدا اندود صحيح قلت قدام فعلني سؤال شاسي طبعات دقمة افقوي سؤال شافري طبنات قودهان ترتن كعاوان كوحرينو واسوغان afgooye jawaabta ay bixiyeen oo labadii wax laga eegi jiray waxa loo la jeedaa labada indhood waa jawaab sax ah afgooye khatar waaye kumaanda la yiraahdo ninki kaawe ninki kaawe kaadkiisa kale xoka baha isma afgooye nuu soo diiwa labada dhibcood asiga naftigiiska qaata hey heer afgooye gool 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 qar وهيك مركلة يا مركلة وحن ماذا علينا لسبحانه وتعالى وإنما كنسي عاوينا برامج كيني ترتنا قونا ذكا بيشا بركز لي رمضان
aan soo gabagabayno. Waxaan kale u mahadcelinayaa shirkadda isgaarsiinta Somtel oo ayadoo ah hooyada isgaarsiinta maho ahay Telkom bay ilan ka timid. Waa tahay adoon ugu mahadcelinaynaa iyo Dahabshiil Group intaba oo barnaamijkeena ay ugu taabagelinayeen jaamacadda Green Hope oo su-aalahan quruxda badan soo diyaarsayeen ayna leenahay u doonta tacliin iyo hee tala midii aad rabtaan intaba. Waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaanba asxaabta barnaamijka la daadinayo saaxiibkii Cali ugu horeeyo Cali Aqyar saaxiibkii ajakisa u bixiyey dhegeystayaal daawadayaal ninkan waxaa la yidhaahdaa Cali Aqyar. Cali Aqyar barasho wanaagsan. الله يرحمه صاحب كان إلهي مركه له ونحرسته آمين آمين كانت الفردوس الأعلى أنا الله كورابيو آمين أنا وحق الأم هاد علنيا صاحب بدي شيقو شو مش مديدة ما شاء الله يعني كل هذا عبد الله وعذره ذهبين دم بقى يصاب نقدر نعاوى ونسكب الله رمضان كي أي مركز عن سود ويننا لما أنت يا الله هنقدر نقول كو رمضان كذا الله أقبله إلهي هنقدر نقول آمين سومالي ملك استأي شوفتنا لابتو الله عيسو صدمه آمين وحن كلو أن لنا هاي هلو الدعية ولا لين رير الجيسة وحن لنا إلهي هايدين بوغر ديو آمين وحكا قير بدن وحي أذي ستنا إلهي هايدين سيو آمين هل هايس كان وحا أوي هاي ورميتك هاي وحيستو ميتك باهن أفوري أو حسي yaan dadka dhibaateysan ee abaaraha iyo dadka barakacayaasha ah yaan la moogan barnaamijkeena habeenkan caawa antaas ayaan aniga xaqii ku soo gabagabeynaya saaxiibkay calaayo ku wareejin doonaa dibci sida loo kala qaatay calaayo way yahay cumar oo intaan dibcaha sheegin waxaan rabaa degmooyinka inaan waqti kooban siiyo si ay dareenkooda markaan la wadaagaan tartanka caawa maadaama habeenkood uu yahay waxaan ka hormarayaa degmada Howlwadaag halow Howlwadaag هو لو ذاك صور هذا. وعليه جد رجع عالمين وكلنا نعرف عن جو رسول في جن كل شيء كان مسوي بزين كار. مركه وراه عامو بين الإيمان نبتان كعذاره كمليه يسمى بشر رسولان جلدان. أنا هو رجيم من كل نبي من كل مسلم. ترى بيجي جيل جديد. مركه لبعض عارم من المدعين جاي في مسجد 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 عقب لنوت جلسي. And then dalam teleskop atau alat ini itu baca bah, jadi kamu dapat lihat, nuansa dia alat, ada yang hari ini langsung menyaksikan musim apa tu bah, dia langsung waa ka kuludaag aad u mahsantihiin waan jeclaan lahayn codkiin in si fasiix aan u qolno laakiin waxaad qirteen in laba tartame ama laba degmad ay tartamaan mid uun ay badinayso waa aad iyo kuludaag aad u mahsantihiin afgooy halo halo shabelle afgooy no soo kooba tartankii caawa la gashay kuludaag iyo dareenkin alxamdulillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahsan tartanka caawa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa warbaahinta Shabeelle iyo shirkadda isgaarsiinta Somtel ee sidoo kale aan u mahadcelinaynaa walaalaha degmada Howlwadaag oo runtii muujiyay dadaal iyo juhdi aad u badan sidoo kale waxaan halkan taasi ugu direynaa ehelkii qoyskii uu ka dhintay marxuum Cabdi Muriid Dheer Ajakis waxaan leenahay Ilaahay qabrigiisa waasiciyo waxaan u rajaynaynaa baahda Shabeelle iyo dhammaan tartamayaasha guud ahaan iyo degmada Afgooyo isku duuban khayr iyo caafimaad insha Allah waxaan rajaynaynaa koobkan insha Allah inaan soo hayn doono degmada Afgooye baada Shabeelle shirkadda isgaarsiinta Somtel Dahabshiil Group dhamaan waxaan leenahay waa maasintiin Ramadaan Mubarak aad baad u maasintiin tartankii caawa ee degmada Howlwadaag iyo degmada marka Afgooye ku tartamay waxa la weydiiyay min 7 su'aalood degmada Howlwadaag waxa la weydiiyay 7 su'aalood waxa ay ka jawaabtay 4 kamid ah 3 kamid ah way hareer martay Howlwadaag sidoo kale Afgooye sidoo kale waxa la weydiiyay 7 su'aalood waxa ay ka jawaabtay 5 kamid ah waxa ay hareer martay 2 kamid ah sidaasi la mid ah tartanka waxa uu ku dhamaaday 4 dhibcood oo Howlwadaag ah Afgooye oo 10 dhibcood ah 10 iyo 8
waxaa gudbay oo wareega labaad si toosa ugu gudbay degmada Afgooye. Hurdaag waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin sanadkan sanadka xiga idinkoo intaan ka diyaaris fiican dadaalka aad muujiseen aad baad ugu mahadsantihiin tartanka xiritaankiisa Cumar. Barnaamijkeena ayaan guud ahaan ba intaasaan kusoo gabagabaynaynaa annagoo ilaa Alla subxaanahu watacaala oo mahad celinayno oo dhahno ilaahu adiga ayaa ku mahadsan caafimaadkaadna siisay rabadankaadna soo gaarsiisay ilaahu waxaan kaa baryaynaa kuwa ku cibaadaysta rabadankan cibaadadooda la aqbalana ilaahu naga wada dhig soomaaliya guud ahaanteed islaamka dhammaantii gebigeenna waxaan idinku wada dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadan mubaarak bishaaro 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 waxaan ugu bishaareynaynaa dhammaan macaamiisheena sharafta leh inaan qiimo dhimis ballaaran ku sameynay xirmooyinka kala duwan ee adeega national murad adeega muradso waa adeeg ku hadal oo unlimited ah aadna u qiimo jaban oo ay macaamiisheena ka heli karaan wicitaanada gudaha oo aan xadidneyn iyo guud ahaan gobollada dalka waa xirmooyin ku hadal aan dhammaanaynin kuwaasi oo daboolay dhammaan baahida adeega wicitaanka gudaha xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin saddex xirmo oo isugu jira maalinle toddobaadle iyo bille xirmooyinka maalinlaha ah ku shubo 25 senti oo ku hadal 24 saac guud ahaan gobollada dalka oo idil ku shubo $1 iyo bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanayn xirmooyinka billaha ah ku shubo $5 oo ku hadal adeeg wicitaan aan xaddi lahayn muddo bil ah oo aan kaa dhammaanayn fiiro gaar ah haddaba si aad ugu shubato xirmooyinka adeega muraadso ugu horreyn uga shubo idahab adiga oo garaacaya kood nambarka 1-4 sidoo kale uga shubo idahab reseller adiga oo garaacaya 1-3-4 ugu dambeyntii uga shubo artem ahaan kood nambarka 1-2-4 fiiro gaar ah macaamiil qiimo dhimista wicitaanada gudaha kuma koobno koonfurta soomaaliya oo aad ku wici karto furaha 6-2 sidoo kale deegaanada puntland waxaad ku wici kartaa furaha somtel 6-6 halka deegaanada somaliland aad ku wici karto furaha somtel 6-5 xasuusin macaamiil shirkadda somtel waa shirkadda keliya ee bixisa adeeg ku hadal oo aan kaa dhammaanaynin halkudhiga adeega muraadso waa hadal oo hadaale